طبعا علاقة في مواقيت الصلاة العلاقة بالكلية تكون بين الشمس والكرة الأرضية، لكن في مسألة بداية الشهور والاستمداد احنا نركز على الشمس والقمر والكرة الأرضية. ليش احنا نفس ما قلنا ما كنا نعتمد على التقاويم الخليجية غير التقويم البحريني؟ ليش جت فكرة التقويم البحريني أو التقويم النهائي؟ قلنا لأن موقع البحرين يختلف عن مواقع باقي دول الخليج. لتحديد وقت الصلاة لازم نعرف إحنا معلومات أساسية: الشروق، الزوال، والغروب في الموقع اللي إحنا موجودين فيه. يعني مثلاً ما أقدر أقول إن الشروق في باكستان في هالساعة إذا أنا في البحرين أقدر أصلي في هاي الساعة. لازم أشوف الشروق عندي في البحرين شنو. حق نعرف الشروق في البحرين لازم نعرف موقع البحرين على الكرة الأرضية. وعشان نعرف موقع البحرين على الكرة الأرضية لازم نعرف الخطوط الأساسية. طبعاً العلماء رسموا خطوط في على الكرة الأرضية، طبعاً خطوط وهمية غير موجودة، يعني غير يعني لو واحد طلع من الكرة الأرضية راح القمر ما بتشوف أي خطوط على الكرة الأرضية، يعني خطوط وهمية لتحديد موقع الشخص اللي راح يدرس الأجرام الفلكية أو الشمس، حركة الشمس والمواقيت المهمة كالشروق والزوال والغروب. في الخطوط أو الدوائر العرض، دوائر العرض ناس ما تشوفون على البرزنتيشن على السلايد اللي قسموا الأرض نصين في خط دائرة منتصف الكرة الأرضية وهي خط الاستواء، معروفة بخط الاستواء، ورسموا 90 خط فوق شمال خط الاستواء و90 خط جنوب خط الاستواء. هذا يفيدنا حق نعرف احنا موقعنا بالنسبة للكرة الأرضية شمالا أو جنوبا أين. البحرين تقع على خط 26.3 شمال خط الاستواء. طبعا في فوائد أخرى لرسم الخطوط، طبعا نفس ما يقولون توزيع المناطق مناخيا، المنطقة الاستوائية والمنطقة الصحراوية والمنطقة القطبية، لكن هاي مو موضوعنا احنا، اللي نبي نعرفه من هاي الخطوط موقعنا، هل احنا شمال او جنوب خط الاستواء؟ احنا شمال خط الاستواء ب 26.3. طبعا رسموا خطوط اخرى وهي خطوط الطول ناس ما تشوفونها في الشكل، وخط الصف خلوه خط جرينتش، خط اللي يمتد من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي ويمر بمنطقة جرينتش قرب ضاحية جرينتش قرب مدينة لندن. وقسموا المناطق شرق وغرب هاي الخط. البحرين تقع شرق خط جرينتش ب 50.5 درجة، يعني 50 خط ونص شرق خط جرينتش. الحين إذا بنستعيد من البرامج الفلكية اللي تدلنا على مواقيت الشروق والغروب، أول ما بيسألك وين موقعك؟ أنت على أي خط طول وعلى أي خط عرض؟ راح أول شيء كمعلومة أساسية ندخل دائرة العرض 26.3 وخط الطول 50.5 شرق خط جرينتش، وندخل نحن 3 ساعات متقدمين على توقيت جرينتش. منها البرامج راح تعطينا مواقيت الشروق والغروب. طبعا هاي حساب التوقيت وهالاشياء ما راح ندخل في التفاصيل، بس كنت ابي اوضح نقطة بالنسبة إلى وقت ولاية النعم خلف الجزء الأخير. إن شاء الله. الحين سؤال لك بعد هذا العرض، ما مدى دقتكم في تحديد أوقات الصلوات؟ وإذا كنتم عندكم هالدقة المتناهية، هل تأخذون بالاحتياط؟
إذا أخذتم بالاحتياط كم مقدار من الوقت؟ طبعا سؤال مركب، خلينا نروح نقطة نقطة. كيف نحدد الموقت؟ كيف نحدد تحديد أوقات الصلاة؟ أوقات الصلاة. طبعا أسهل وقت للصلاة وصلاة الظهر. إحنا نعرف الشروق، ساعة الشروق بالضبط، ونعرف ساعة الغروب بالضبط. المنتصف هو وقت الزوال، الشمس تكون في منتصف السماء. طبعا في اختلافات احتياطية، هذا الشيخ يتطرق لها، هل قرص الشمس يكون في المنتصف أو يخرج من المنتصف؟ هاي تفاصيل راح نتركها للشيخ. لكن كأسهل شيء بالنسبة لنا احنا كتقويم نقدر نحدد لك وقت صلاة الظهر. أما مسألة صلاة الصبح وصلاة المغرب، بما أن صلاة الصبح وصلاة المغرب ما يعتمدون على الشروق والغروب بالضبط، يعتمدون على الفجر الصادق صباحا وعلى الحمرة المشرقية، يعني الحمرة المشرقية تختفي في المغرب، يعني هناك دقائق إضافية على الغروب ودقائق تسمة الشروق لتحديد مواقيت الصلاة، صلاة الصبح وصلاة المغرب. في هالناحية عشان احنا كتقويم نروح نخلي التوقيت الصح، رجعنا إلى المكاتب الفلكية التابعة للأراجم. مثلا توقيت صلاة الصبح اعتمدنا على الدرجة اللي اعتمدها المكتب الفلكي التابع لمكتب السيد السيستاني، الذي يعتمد أن الشمس تكون تحت الأفق 18 درجة، هذا بداية الفجر الصادق، بداية النور.